حتى بعد النجاة من الزلزال تبقى الصدمة في أذهانهم، مشاهد الرعب تظل في أعينهم. أطفال فقد بعضهم كل من لديهم في الدنيا، أصبحوا بلا مأوى أو عائل، منهم من فقد أحد والديه أو كليهما أو إخوته. يسعى متطوعون ونشطاء في تركيا للتدخل السريع لاحتواء هؤلاء الأطفال. هنا في هاتاي وسط الأطفال والمتطوعين فوجئت فتاة تركية بكعكة وشموع للاحتفال بعيد ميلادها الخامس. نظم متطوعون في بلدية اسطنبول في هاتاي مفاجأة في عيد ميلاد بريفين، واحتفلوا بها مع شباب آخرين ناجين من الزلزال والذين تم إعطاؤهم أيضا الحلوى والألعاب. لقد عشت يوما رائعا. هاتاي الواقعة في جنوب شرق تركيا هي إحدى المحافظات التي تعرضت لأكبر قدر من الدمار بعد زلزال السادس من فبراير. ترك العديد من الأطفال بلا مأوى بسبب الزلزال الهائل، وكانوا يتعلمون كيفية التعامل مع ما حدث ومع قلقهم المستمر. على جانب آخر قام نشطاء بتعليق بالونات حمراء فوق أنقاض المباني التي راح فيها ضحايا من الأطفال. أردت أن يطلق على هذا النشاط هديتي الأخيرة للأطفال. ما زلنا نقدم الهدايا للأطفال في هاتاي، ولكننا أردنا أن نؤدي واجبنا الأخير تجاه هؤلاء الملائكة الذين رحلوا. يؤلمني قلبي مع كل بالون أضعه هنا. لقد ربطنا بين 1000 و1500 بالون حتى الآن، ولكن نأمل أن نستمر حتى نصل إلى جميع أنحاء المدينة، حتى نصل إلى كل منزل للأطفال الذين فقدوا حياتهم. الأطباء من جانبهم يعالجون أعدادا متزايدة من المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ونوبات الهلع بعد الزلزال، وهو أمر قد يستمر طويلا وقد لا يمحى من الذاكرة.